أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هنعيشها صح. هنعيشها صح عشان بإذن الله حياتنا كلها تبقى صح. النهاردة جايبة لكم براند جولدن جو، سمعت عنه كتير وبصراحة أنا بتعامل معاه شخصيا، فقلت لازم النهاردة أجيب لكم البراند وأصحاب البراند عشان تشوفوا المنتجات بتاعته هايلة وتحفة قد إيه. معانا أستاذ جورج عدلي صاحب براند جولدن جو، وأستاذة هدى نجيب مدير التسويق جولدن جو. منورين. منور يا أستاذ جورج. منور يا أستاذة هدى، ومنورة قناة الصحة وجمال، ومنور مدينة الإنتاج الإعلامي. عايزين نعرف المشاهدين إيه هو براند جولدن جو. هو جولدن جو هو براند اكسسوار، اكسسوار حريمي وورش، يعني هو في الأساس ورشة و صناعة يدوية. يعني أصلا عندكم ورش بتصنعوا منها يدوي؟ صناعة يدوية. صناعة يدوية، لينا أشكالنا الخاصة بينا. يعني أنت حضرتك اللي بتصمم الأشكال دي وبتنفذها؟ بنصمم أشكالنا وبننفذها بقى. يعني انت من ورشتك بتنفذ وتصمم وتعملها يدوي وتبقى بالشكل الجميل ده بصراحه. كل حاجه بتتعمل في الورش، يعني كل المراحل بتتصنع في ورشه. في يعني انا شايفه حاجه كده، ايه ده ليه مش عليها لون كده؟ ده نحاس قبل الطلع. بعد بقى الطلع، بعد ما بيتفنش بيركب الاحجار دي زركون. الاحجار اللي هي بتركب في الشغل الذهب. طب ممكن حضرتك تطلعوا كده المشاهدين يشوفوا قبل وبعد. يعني دي بيبقى من ورشتك كده لحد ما تحط الحجر وبعدين تطلي. تمام. هي بتطلع قطعه قطعه وبيتفنش، نركب الحجر الزركون وبعد كده يدخل مراحل الطلع. لا بس حلو قوي وشيك بصراحه، شيك وتحفه بصراحه. كل الحاجه موجوده تحفه، والحلقان ويعني ايه الجمال ده. والحلقان دي كلها برضو كده ممكن نوري المشاهدين كده. كل ده، كل الحاجات، كل ده يدوي. ده شكله حلو قوي. كل ده يدوي، ده منشار اركيت. ارفعه كده شويه عشان الكاميرا. منشار اركيت. وده برضو، وده بقى ليه قصه معانا. ده باش معنا قصته ايه؟ ده واخدين الفكره بتاعت قرون الغزال. فقلنا ما انا شايفه الاشكال روعه. ده واخدين الفكره بتاعت قرون الغزال والاسوره دي كمان. لا بس حلو قوي، طقم حلو قوي. احنا بناخد فكره من الطبيعه. يعني ده مثلا واخدين فكره بتاعه ورق الشجر. انت بتصمم من الطبيعه في قلب ورشك. يعني ده واخدين حاجه من الشعب المرجانيه شويه. خدت بالي. انا بصراحه الحاجه تحفه طبعا. يعني كلها الاشكال كلها تحفه. انا عن نفسي يعني بتعامل معاكم والطقم اللي انا يا جماعه لابسه ده اصلا من جولدن جو، يعني اصلا انا بجيب منهم اصلا وعارفه الماتيريال بتاعتهم والخامات شكلها ايه. هنعرف بقى من استاذه هدى العنوان والمكان بقى عشان المشاهدين يعرفوا يوصلوا لكم كده العنوان وكل حاجه على الشاشه، بس احنا عايزين نسمعه منك بالتفصيل. احنا عنواننا 17 شارع الخرنفش، متفرع من شارع المعز والحسين. احنا عماره السوق التجاري. المكان ده معروف جدا. واحنا بنصنع كل صناعاتنا، يعني كل الحاجات بتاعتنا الاكسسوارات ده يدوي. ومن ورشتنا للعميل على طول. يعني طبعا احنا لو حد مش عارف يجي لكم في خدمه توصيل مثلا عندنا؟ طبعا عندنا. ايوه طبعا، لكل المحافظات. والله كمان لكل المحافظات، يعني حتى اللي مش هيعرف يجي او يستصعب المشوار او يكون بعيد او مثلا ايا كان، ممكن ان انت تبعته. يطلب الطلب اونلاين وبيجي له. دي خدمه جميله جدا. طب ليكوا فروع تانية يا استاذه هدى؟ هو حاليا ما فيش، بس باذن الله هيبقى في التجمع الخامس باذن الله. والله طب يعني مبروك مقدما باذن الله، ولما نفتح الفرع نيجي نعمل حلقه. طبعا تيجي تنورينا حضرتك. انا سمعت بقى ان عندكم مميزات كتير في البراند بتاعكم في جولدن جو، محتاجه ان المشاهدين يعرفوها كلها. احنا فكرنا في فكره اللي معظم العملاء بياخدوا الاكسسوارات بيلبسوها شويه ويركنوها. اما هي لونها بيغير. لونها بيغير، ده بيبقى فيه مشاكل في الطلا وكده. تمام. معانا مش هترميها بقى. مش هنرميها، هنعمل ايه؟ ليه بقى؟ بعد ما عندنا خدمه الاستبدال. بعد ما بتاخديها بعد 6 شهور ممكن ترجعيها وتاخدي منتج تاني. لا دي حاجه بقى مش موجوده عند حد. ده لو خدي الجديد بقى. الجديد عليه خصم كمان. عليه خصم 30%. يعني انا دلوقتي خدته اهو.
خدت هو من عندكم، هو ده من عندكم اصلا. بدات ان انا ازهق منه من غير ما، بس هو لونه ما غيرش. عدى 6 شهور؟ اه طبعا عدى كتير. عدى كتير. عدى كتير، بس لونه ما غيرش. عايز اغير واجيب ديزاين جديد او ستايل جديد. اعمل ايه بقى؟ بجيب ده واخد التاني بخصم جديد على خصم، عليه خصم 30%. لا دي ميزه هايله ومش موجوده في اي حته. في حاجه تاني مميزه؟ اه طبعا بناخد الحاجه القديمه بنعمل اعاده تدوير. والله تعملها عن عشان من من ورشتك؟ من ورشتي بالظبط. فبتعملها عن التدوير تاني وتعمل لها شكل جديد تاني وتتليها تاني وتتباع تاني. فكده كده انت مستفيد، وبرده العميل بيتبسط ان هو لبس حاجه جديده بخصم جديد. برده ممكن يكون ما جروش حاجه بس عايزين نغير، عايزين الاحدث. صحيح. فهو بيستفيد ان هو يلبس الاحدث وانت بتعمل اعاده تدوير وتنتج الاحدث. صح كده؟ تمام. طيب في مميزات تاني للجولدن جو؟ اه طبعا. إيه احنا عندنا خدمه ما بعد البيع. دي اهم حاجه بقى في اي حاجه في الدنيا، خدمه ما بعد البيع. مع حضرتك ضمان لمده سنه ضد عيوب الصناعه. وكمان عملنا حاجه جديده. ايه بقى الكارت ده بقى كده؟ الكاميرا تجيب الكارت ده يا جماعه كده عشان عايزين نعرف ايه الكارت ده. الكارت ده احنا طبعا عارفين ان معظم الرجاله طبعا ما بيفهموش فيه قوي في موضوع هدايا الحريم وكده. ان احنا بيحتاسوا يا عيني. فاحنا عملنا لهم كارت المبيعات دوت. ان انت تقدر تاخد الكارت ده من جولدن جو في بوكس جميل بتقدمه، وبتقدر العميله تتواصل عن طريق الصفحه الايميل او تيجي بنفسها. يعني هو بيديها الهديه في كارت وهي تيجي تختار اللي هي عايزاه. قيمه الهديه تتكتب في الكارت، وهي تقدر بالكارت ده تيجي بنفس القيمه تاخد تنقي الحاجه اللي هي تعجبها وتاخدها. بصراحه عندكم مميزات مش موجوده. بتسهلوا للعميل. الميزه الكبيره عندنا اللي احنا اللي بنصنع. ما طبعا عشان ورشتك وانت اللي بتصنع وانت اللي بتعمل كل حاجه، فعارف الدنيا. لا وموضوع ان الراجل أيوة لان احنا معظم فعلا الرجاله عايز يجيب مش عارف هي عايزاه الخاتم. لا فاحنا ريحنا بقى، عملنا له كارت دون ان انت تقدر تدفع القيمه دي وهي تيجي ست الكل تختار بذوقها اللي هي الناس. ده بقى بتحط في العلبه والكيس كل حاجه وكانه حلو. كمان في عيد الام ان مثلا حد مش عارف يجيب لوالدته حاجه يجي ياخد الكارت يديها القيمه هي تروح تجيب اللي هي عايزاه. يعني ممكن كمان تنقي اونلاين، يعني تختار اونلاين برضو نبعته لها على البيج بتاعتكم تيجي تيجي بنفسها او تختار اونلاين. على فكره كل الارقام والبيج وكل التواصل موجود على الشاشه عشان اللي عايز حاجه اونلاين من الحاجات الموجوده او يخش يشوف على الشيء على البيج نفسها ويبعته لها اونلاين. كل حاجه وارقام التواصل موجوده معانا على الشاشه. طبعا المميزات بتاعتكم كبيرة وعظيمة. طب هو نحاس ولا ايه بالظبط؟ عايز اعرف هو عبارة عن ايه؟ انت بتعمله ازاي في ورشتك؟ هو الخامة نحاس، نحاس مستورد. بيتشكل بقى في فيديوهات. هنعرض الفيديوهات دلوقتي. بس انا عايز اعرف هو نحاس ومطلي ذهب ولا هو نحاس ومطلي ايه؟ ايه حكايته؟ لا هو نحاس مطلي ذهب، ذهب بندقي عيار 3 ساعات، يعني ذهب خام. ذهب خيم عشان خاطر يقدر يعيش مع العميل اطول فتره ممكنه. يعني انا بديكي ضمان. فلازم الحاجه تعيش معاك طبعا. ما هو مش نحاس بس فلونه بيغير، عشان كده لونه ما بيغيرش. انا عن نفسي شايفه لونه ما غيرش. ليه؟ عشان مطلي ذهب بندقي. صح كده؟ انت عايز تقول انه مطلي ذهب بندقي. طيب لو جال حضرتك عميل وقال لك تصميمكوا حلوه والاشكال كلها حلوه، بس انا في شكل معين شفت مثلا شكل مع واحده صاحبتي، او شفت في مكان معين ديزاين وجاب لك صوره وقال لك ينفع تصممي ده؟ ايه الموضوع؟ ينفع طبعا نصمم ده. احنا اوريدي بنعمل كاستم. اول حاجه يا مدام هدى، ما ينفعش يجيب صوره من براند تاني. ده مش من براند. لو تصميم هو ليه هو، لان كل براند ليه شغله. تمام. لو حاجه تصميم ليه هو ننفذه له. بس يعني هو مصممه بايده مثلا، رسم ده او في تخيل في دماغه والله الامر كذا، فاحنا ممكن نصممه له في الورشه مفيش اي مشكله. احنا اوريدي بنعمل لماركات ثانيه، احنا كاستم اوردر اصلا. اصلا اوريدي بنعمل كده. طيب ولو جالك بقى حد قالك طب انا عاجبني بس انا مش عايزه جولد، محتاجه يكون فضه سيلفر، بتعملها ولا لازم يبقى جولد؟ لا يا ينفع نعمل. ممكن يبقى النحاس ومطلي فضه، او الخامة نفسها فضه. او يعني الخامة نفسها فضه، فضه وتتليس فضه، يا اما نحاس وتتليه فضه. بس اللي عندك الاساس النحاس مطلي ذهب بندق، ده الاساس. هو ده اللي بيتلف كتير.
عشان اللون الجولد بيبقى دايما عارف ترندي وزاهي كده، فالناس كلها بتحبه ملوكي جدا. ولكن بسأل عشان برضو لو حد حابب يعمل لون تاني، في برضو في لبس معين او مناسبات معينه بنحتاج عليه سيلفر، فلازم يكون عندنا ده وده. فانا بسال عشان الناس تعرف هل لو طلبت من حضرتك ده هيتنفذ وهيجي. طبعا ولا ورشه يا استاذه، ورشه كل حاجه. يعني غير الابيض كمان في لون جديد روز جولد. روز جولد ده جميل. بتصمموه طبعا. والله يعني جولد وسيلفر وروز جولد الثلاث الوان بتصمموهم وبتعملوهم. طب عندكم جمله وقطاعي ولا بتشتغل قطاعي بس؟ لا عندنا جمله وقطاعي طبعا، احنا في براندات بنعمل لها شغل، فهم بياخدوا بالجمله. لكن في عملاء تانيين بياخدوا قطع. الناس عايز قطعه، عايز طقم، عايز خاتم، عايز حلق، زي ما هو عايز طقم، عايز حاجه بتعمله. طب اسعار الجمله في القطاعي ايه الدنيا؟ في اختلاف طبعا. طبعا طبعا صح؟ بقى في طبعا خصومات للجمله اكيد. انما تاخدي قطعه غير ما تاخدي طبعا. لما تاخدي قطعه غير ما تاخدي جمله فبيختلف اكيد الاسعار. انا عارفه، انا عارفه، مش بقول سمعت، انا عارفه ان الاسعار في متناول جميع. جدا جدا، عشان حضرتك حطي تحت كلمة ورشة دي 100 خط، ان احنا اللي بنصنعها، ما عشان انت اللي بتصنعي، فما فيش يعني من ورشتك، مننا من ورشتنا للعالم لأول يد. ما فيش، انتوا اول يد، ما فيش بقى من هنا ومستهلك. لا لا، احنا بنعمل كل المراحل. فاحنا مدينك منتج احنا ضامنينه وعارفين من الالف لليه المنتج ده ايه. هو لو من ورشه راح لمثلا تاجر، ومن تاجر لتاجر، ومن تاجر لايبر، الاسعار هتلاقيها عاليه، الدنيا زادت، هتلاقي الاسعار عاليه، وهتلاقي الجوده مش برضه لما تروح لحد من حد، لكن احنا بنسلمه لك من الالف للياء، جوده ممتازه واسعار في متناول الايد. والله الاسعار طبعا الجمله اكيد عندكم مختلفه طبعا. يا جماعه انا محتاجه فريق الاعداد يجهز لي الفيديوهات كده عشان نوري الناس الفيديوهات معانا جاهزه معانا عشان نشرحها كده للمشاهدين. ده واخدين تحفه. بس عايزين نشرح الفيديوهات دي. الفيديو كان ايه ده؟ وكان من قلب الورشه ولا ايه الفيديو عباره عن ايه؟ دي مراحل التصنيع كلها. ده مراحل التصنيع كلها. اول حاجه جت في الفيديو اللي هو الانصهار المعدن عشان نشكله. وبعد كده تاني حاجه جت في الفيديو الاستاذه هدى شغاله في الشمع. في حاجات ما ينفعش ننفذها معدن على طول، بننفذها شمع الاول وبعد كده نصبها معدن. والله اصلا ده بصراحه انا شفت الفيديو مراحل كلها كامله في قلب الفيديو، ومراحل كتير، مراحل كتير طبعا قبل ما يخلص الشكل الروعه ده. وشفتي في الاخر المنتج طالع تحفه ازاي؟ لا تحفه طبعا. وشفت السيلفر باين، عجبني جدا برضه. لا الترا نفسه لوحده ليه كذا مرحله برضه. والله احنا كده كده معانا صور بقى لمنتجاتكم كلها ولكل التصميمات بتاعتكم. يا ريت فريق الاعداد برضو يجهز لي الصور قبل ما نشرح شويه حاجات هنا كده.
قبل ما يجهزوا. الحلق ده تبع الطقم ده المربع دوت تبع ده ولا ينفع يمشي عليه؟ لا هو طبعا بتاعه فعلا، بس ينفع كل حاجه واحده لوحدها بتاعه فعلا. طب لو جه عميل قال لك مثلا مش عايز الطقم على بعضه؟ ايوه مفيش مشكله، ينفع يعني ينفع ياخد حلق بس، ينفع ياخد كوليه بس، ولا لازم على بعضه؟ ينفع؟ لا لا لازم، مفيش مشكله ياخد حلق لوحده، ياخد كوليه لوحده، مفيش مشكله. مش لازم نرفع الخواتم كده نشوفها عبال ما فريق الاعداد يجهز الصور. الصور جاهزه معانا؟ طيب ممكن نشوف الصور. طب ممكن نشرح الصور الاول، ده عباره عن ايه بالراحه كده عبال ما نشرح؟ دي اسويره، دي اسويره نحاس مطليه بالذهب بندقي، والاحجار اللي راكبه فيها دي زيركون. ماشي، تاني معانا ايه تاني؟ ده حلق، ده برضو حلق مدور نفس الفكره برضو، وراكب فيه احجار زيركون. الاحجار دي ممكن تتغير الوانها، حلو قوي ده. وده بقى ليه فكره اللي هو بيبان من قدام ويبقى لافف على الودن من ورا، فكرته جديده شويه. ده الحلقه بقى اللي انا لابساه، ده بقى فكرته واخده من الحرير. الحرير القماش الحرير كده لما بيبقى مكرمش بيتلم، فبيدينا نفس الشكل. انا اي حد بيشوفني يقول لي ايه اللي كسر الحلقه ده؟ ايوه بالظبط. وده تشوكر اللي هي بتلبس على الرقبه، طقم نفس الصوره دي كده. اهو هنا الصوره كامل الحلق بال وده الكوليه بتاع الاسويره، ودي اسويره. كل دي اسامي الصوره اللي فاتت لو خدت بالك هتلاقي في اللوجو صور عريضه واصور رفيعه واصور وسط، كل واحد بيختار المناسب ليه لولا اختلاف ايه الاذواق. بالظبط، كل واحد ليه ذوق. وواخده بال حضرتك بص صناعه يدويه تحفه. ايوه باين يدويه، تحفه ازاي تحفه. وكل حاجه من دول في اللوجو فيها جولدن جو. جولدن جي عمل شغل عالي خالص بصراحه. دي بقى حاجات عشان خاطر الصيف وحاجات كده صغيره شبابي تنفع شويه كاجوال. ايوه بالظبط. ده كوليه، ده كوليه حلو قوي. اسويره لا ده تشوكر. شوكه والله بحسبها اسويره. ده تشوكر، شكر باشكاله بقى حسب ال، ودي الحاجات اللي تنفع لنادي بتاعي. ده خاتم، ده برضو بيتعمل منه السيلفر جميل قوي. ودي الاسوره بتاعت الطقم ده، الطقم ده طقم المربع. ايوه. لا بصراحه شغلكم حلو قوي قوي قوي. انا حابه برضو نكمل بقى، برضو يعني نرفع كده الحاجه الناس تشوفها. عايز اشوف خواتم بقى شويه كده على الطبيعه. الكاميرا تجيب الخاتم ده بعد اذنك. يعني ده احنا واخدين فكرته من الشغل الذهب الالماس، شبهه فعلا شبهه يعني. والاحجار نفس الاحجار دي اللي بتركب في الذهب، نعمل اللي طبعا السنان بقى لازم تبقى مظبوطه، ما ينفعش حجر يقع، ما ينفعش. طب الخاتم ده ممكن نشوفه؟ الخاتم ده بتاع الحلقه اللي اتعرض على الشاشه من شويه. ده برضو وعاملين بقى بيبقى مفتوح من تحت عشان خاطر ايه يمشي على كل المقاسات. طيب وجميع منتجاتنا بتحمل علامتنا التجاريه والله، كل المنتجات. الحلق ده كده برضو ده طويل كده لو حد لامم شعره، صح كده؟ بالظبط. بنعمل حاجات من الدلة، بنعمل حاجات على الودن، يعني ده مثلا على الودن. ده على الودن، ده طويل، ده طويل شويه. ده اكبر شويه، مدور شويه. ده برضو الشغل المكرمش، هو الشغل المكرمش ده طالع موضه، طالع موض فعلا، طالع موضه، طالع موضه وشياكه حاجه كده، واحنا مميزين بيه. لا حلو قوي. ممكن اشوف الحلق ده برضو كده نرفعه ونشوف الناس تشوفه. ارفعه فوق كده شويه، قربه، ده برضو اشرحه كده. ده برضو واخد لفه كده اهوت، وبرضو الاحجار دي للكون، والاحجار دي بيضة، ممكن بقى نغيرها احمر على حسب، على حسب العميل طلب ايه وبتعمل لميه. والله يعني مط وفي بيلمع. ما انا خدت بالي يعني المط واللميه احلى. كمان حاجه عجباني في الموضوع الفينش.
ايوه الفينش اهم حاجه في اي اكسسوارات. حاجتنا بقى حاجتكم بنفنشها في الورش. يعني انا شايفه بصراحه ان حتى الفينش اللي هو اهم ما في الموضوع هايل اهو. اصل انا قدامي الحاجه وشايفه، يعني مش الطقم اللي انا خدته بس، لا كل الحاجه متفنشه يعني مش قادر اقول لك كانها ذهب ذهب. يعني انت ممكن حد يفتكره اصلا ذهب، مش ممكن يقول لا ده ذهب، مش ممكن يتخيل ان هو نحاس ومطلي ذهب بندقي زي ما حضرتك قلت. كله بصراحه هايل جدا. طب اي حد هيجي لكم بقى من برنامج هنعيشها صح والاعلاميه رانيا حسني، ايه الخصم اللي ممكن تقدمه له؟ هنديله 20% خصم ما دام جاي من عند حضرتك يعني والبرنامج. يعني اي حد يا جماعه هيكلم استاذ جورج او استاذه هدى في جولدن جو هيقول لهم من برنامج هنعيشها صح او الاعلاميه رانيا حسني هو عامل خصم 20% صح 20% يعني، وعامل لكم خصم يعتبر كبير وبصراحه الحاجه مع المميزات بقى. مع المميزات بتاعتهم، وانا عن نفسي مجربه الحاجه لا لونها بيغير ولا بيحصل لها اي حاجه بصراحه، وعندهم مميزات ان انت ترجع تاني تبدل كارت ضمان يعني في كارت ضمان طبعا. قد ايه كارت الضمان؟ الضمان لمده سنه ضد عيوب الصناعه. طيب يعني سنة وبعد 6 شهور لو عايزه تبدل. لو عدى 6 شهور ممكن يبدل؟ ما هو بعد 6 شهور بعد 6 شهور في اي وقت بقى. طب لو قصدي قبل 6 شهور طب حتى للبرنامج ندرسه حتى طب للبرنامج حتى نعملها قبل 6 شهور. طيب ايه يعني النصيحه اللي ممكن تقوليها النهارده للمشاهدين على الهواء؟ اي منتج طبعا الاكسسوارات دي بتبقى حاجات طبعا زي ما حضرتك فاهمه مطليه وبتاع ومتفنشه بطريقه كويسه، نبعدها خالص عن الرطوبه، نبعدها عن الزيوت العطريه، نبعدها عن اي حاجه ممكن تاثر على شكلها الخارجي، نحاول نحافظ على اجراءات على السلامه على قد ما نقدر. هي كده كده مش بتتاثر قوي انا عارفه، ولكن برضو نحاول عشان اجراء بالظبط نحاول ان هي تعيش معاكي اطول فتره، لان هي بتبقى حاجه احنا مديناها لك حاجه تمام يعني جدا، فانت برضو يبقى انت كده مش عايزه تغيري الحاجه بعد 3 شهور. طب استاذ جورج تقول ايه للمشاهدين النهارده النصيحه؟ اقول لهم لازم نشتري من براند معروف تمام صح. عليه لوجو معتمد ما يبقاش اي حاجه كده وخلاص، و حافظ على الحاجه على قد ما نقدر ونجيبها براند عشان تنفعنا فيما بعد، يعني عنده خدمه ما بعد البيع مش تجيب الحاجه تلبسها شهر واتنين وتترمي وتترمي لا معانا مفيش حاجه بقى بتترمي مفيش حاجه بتترمي بنعملها اعاده القديم بناخده من جو بيعمل اعاده تدوير بناخده من جو بصراحه الحاجه كلها تحفه. وانا بكرر تاني ان جولدن جو عامل خصم للبرنامج والاعلاميه رانيا حسني خصم 20%، فيا ريت كلنا نروح نتعامل مع جولدن جو. وطبعا زي ما انتم شايفين الحاجه بتاعتهم حلوه دي بقى من جولدن لحضرتك. ميرسي والله انا مش شايفه والله الطقم يعني ده جديد واول حد هيلبسه هو حضرتك. اول حد هتلبسه الاعلاميه الجميله رانيا حسني. ميرسي خالص والله انا بشكركم جدا على الهوا. ميرسي خالص يا استاذ جورج، ميرسي خالص يا استاذه هدى. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، يعني حاجاتكم بصراحه والفينش بتاعكم هايل، وانا مبسوطه جدا 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 بالتعامل معاكم. بشكركم جدا على وجودكم في برنامج هنعيشها صح، نورتوا قناه الصحه والجمال ونورتوا مدينه الانتاج الاعلامي كلها، وان شاء الله بعد فرع التجمع لينا اللقاء تاني مع طبعا بعض بقى. تنورينا هناك طبعا. الافتتاح طبعا لازم اكون موجوده ونيجي نعرض الافتتاح مع بعض. على هنعيشها صح ان شاء الله بقى. باذن الله باذن الله. انا بشكركم جدا 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 على وجودكم معايا، وبشكر الرعايه بتاعه البرنامج الشحنه الكهربائيه، وبشكر جولدن جو على رعايه البرنامج النهارده، ومبسوطه جدا جدا بلقائي معاكم. اعزائي المشاهدين بشكركم لمتابعتكم البرنامج هنعيشها صح، استنوني الجمعه اللي جايه.